الاوضه حتى اللي انت الاوضه الشهيره بتاعتك اللي انت بتغني منها. ليه ما شفتيش الدولاب؟ شفت ده زمان بس انا قصدي ما بشوفش التفاصيل. يعني انت عارفه دلوقتي الناس بقت عايشه مع كل شويه مع الفنانين بتوعهم اكتر شويه. يعني ممكن ينزلوا معاكي يشربوا القهوه، يشربوا معاكي، يتحركوا معاكي، يعملوا شوبينج. انت برضو لسه حاطه خط احمر او حتى يعني حاجه كده حاجز بينك وبين الناس. هل ده ممكن يكون بعدك شويه عن الجمهور، ولا انت شايفه انه لا دي حياتي انا ايه محتاجه احافظ عليها شويه؟ بالظبط هي نقطه دي حياتي حواريكم منها الحته اللي انا عايزه اوريكم منها، مش ان انتوا تفضلوا معانا. بس انت عارفه انت الناس هتبقى حابه حياتك انها شبههم. يعني قصدي مش عايشه جو النجوميه، فلو هم هيجوا يقعدوا معاكي في البيت هيلاقوكي عادي، يعني اللي هو قاعده كانها واحده صاحبتها قاعده معاها في البيت. انا عايزه اقول لك حاجه، انا افتكرتها دلوقتي. مفكرتيش تتجرأي شويه اكتر على السوشيال ميديا؟ لا هو مش عايزه، عشان بعدين ما انا كده كده بقول لما هتجوز ولما يبقى عندي ولاد ما انا هنقل من البيت ده، هنروح البيت معايا هناك برضو. طيب بما انك جايبنا بقى سيره الجواز، طبعا انا يعني بحبني ما بحبش السؤال ده، بس انت اللي جبتيه لنفسك. ايه ايه ممكن نمشي عادي؟ لا فتح احلامك ممكن نطلع اجري معايا دلوقتي اجري معايا. بقولك انا ما بحبش السؤال ده دايما، ان احنا في سؤالين دايما بيتسالوا للستات، هتتجوزي امتى وهتخلفي امتى؟ والسؤالين دايما دول بيكونوا ممكن ما بيبقوش يعني لطاف قوي بالنسبه لاي واحده ست. بس انت اكيد في حاجات معينه نفسك تبقى موجوده في راجل انت هتتجوزيه. لا والله انا ابسط من كده بكتير. يعني مثلا يبقى شخصيته في حاجات يبقى معينه كده. ما انا مش هعرف اعيش مع حد غير ما يكون شبهي، عشان ما نقعدش انا وهو نبقى نار ونقير طول الوقت، وما عشان ما اطلعش عينه اكيد يبقى شبهي. بس انت هاديه قوي. لا خالص احنا هادينا واحنا احنا جدعان. ايوه واد انت جدع. لا انتوا جمال وجدعان، وبتمنى لك يا رب كل التوفيق، ومستنيه طبعا انا الالبوم الجديد. يعني ان شاء الله ابو الالبوم. الله يس 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 يس. كنت عامله حساب والله. دايما الحاجات مش عامله حسابها هي اللي بتطلع، وبتطلع حلو جدا. وقلت ان هيكون في مسلسل مع استاذ حسني صالح قريب.